كريم هون؟ أستاذ مطر؟ آسف لأني نقصتك. لا أبداً ولو، بس الأستاذ كريم نزل قبل شوي، لو أجيت قبل بخمس دقائق كنت لحقته. مو مشكلة، كسبت شوفتك. كملي شغلك، ما بدي أعطلك ولو إني كنت حابب أشرب قهوة مع كريم. لا لا لا، ما في مشكلة أبداً، هلأ بيحضر لك أحلى فنجان قهوة، تفضل ارتاح. مرة تانية ما بدي أعطلك، كملي شغلك. لا لا لا، الشغل ما بيخلص، تعرف حضرتك، تفضل أستاذ مطر. طيب. تفضل. شكراً شكراً. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا استاذ مطر. يسلموا، هي اسرع قهوه رح اشربها بحياتي. اذا بدك الصراحه، حموده بيعمل القهوه وبيحطها بالترموس لحتى ما تبرد. مين حموده؟ المستخدم اللي عندنا بالمكتب. عم بلا تذكرته، هذا انا شفته ببيت كريم، كان عم يودي اكل للشباب اللي بيشتغلوا عندي. على فكره كانه دمه خفيف، ما هيك؟ احيانا. بتعرف مرات بخاف اجي لاقيه قاعد هون ورا المكتب محل الاستاذ كريم. اوف، ليش؟ لأنه شوي تاني رح يصدق حاله إنه هو المحامي. ظريف الشاب. ظريف، بس مشكلته إنه طموح زيادة عن اللزوم، وما بعرف على شو. من حقه يطمح إذا قدر يحقق طموحه، ليش لا؟ ولا أنا غلطان؟ بالعكس، معك حق. وأنت؟ أنا شو؟ مالك طموحة؟ كتير، بس ما بعرف، حس إنه ما في شي عم يزبط معي. بتعرفي شو يعني طموح؟ طموح؟ يعني الواحد بيحب يوصل لأعلى المراتب؟ هذا المعنى العام والمعنى الحرفي. ما بعرف. أكيد ما بتعرفي، لأنك لو كنتي بتعرفي ما كنتي قلتي إنه ما في شيء عم يزبط معك. واضح إنه حضرتك بتعرف معنى الطموح منيح. ليش؟ لأنه حسب ماني شايفة، وآسفة على كثرة غلبتي، انك يعني ظابطه معك على طول الخط. الطموح بس يتحقق ما بيضل اسمه طموح. يعني بفهم من حكيك انك لسه ما حققت كل طموحاتك؟ لا لا، شو بده يكون الواحد بده اكثر من هيك؟ كثير كثير. المهم انه الواحد يعرف الوصفه. يا ريت اعرف شو هي الوصفه. بسيطه، إنك تعرفي المعنى الحرفي لكلمة طموح. شو هو؟ الجموح. الجموح؟ الفرس بس تجمح، ما بيقعد شي بيوقف بوشها. ما كنت بعرف إنه الوصفة سهلة لهالدرجة. مو على مين من كان. مزبوط. شكراً على القهوة. ألف صحة. أهلا وسهلا فيك أستاذ مطر، شرفت. على فكرة كندا رفيقتك، ما هي؟ بنروح للروح، وساكنين أنا وياها ببيت واحد بحارة مرسم الأستاذ صافي. على فكرة الأستاذ صافي هو اللي وظف حمودة هون، وأنا كمان، حتى شركة الإعلانات اللي بتشتغل فيها كندا لواحد صاحبه، وهو اللي خلاها تشتغل هونيك. يمكن لأنها موهوبة بالرسم؟ بجوز لأسباب تانية. أنت شو رأيك؟ بشو؟ الأسباب التانية. أنا برأيي إنه كندا حاسبتها مزبوط. يعني كندا من النوع؟ كنت مفتكرتها غير هيك، إلا إذا في شي بعقلها. وأنت شو رأيك بهالقصة؟ هي تصطفل، بس بس شو؟ المشكلة إنه كندا مجنونة وبتفوت بالحيط دغري. كيف يعني؟ يعني هلأ هي ممكن يكون طاير عقلها فيه، وبعد شوي إذا عمل غلط صغير بتغير رأيها فيه من غير ما تتأكد إذا كان غلطان ولا لا. على كل إن هي ما عندها وقت تتأكد، مجنونة وما في أسهل من إقناع. تعرفي نادين، أنت ذكية كتير، أنا بحب الأذكياء. الكل بيقول لي هيك،
حتى الاستاذ كريم عنده نفس النظريه. ايه بس انا رح اكون اذكى من كريم، رح اخذك منه. تاخذني منه؟ ايه. تشتغلي عندي براتب بحياتك ما حلمتي فيه. بدك يعني اترك مكتب الاستاذ كريم؟ لا لا، بدي اياكي تشتغلي عندي بدون ما تتركي مكتب الاستاذ كريم. ما هلا كنا عم نحكي عن المعنى الحرفي للطموح. خيو من شان الله بطلني هالنغمه بقى. انا مستعد بطل كل شيء الا هالنغم. اذا كان روح العاب غير حاره حبيبي. لك يا عيوني المعلم لو عجبه صوتك كان من حاله طلب منك تشتغل عنده، فهمها بقى. لك يا شحرور بجوز هو ما قبضني لاني كنت لابس ثياب العريه. يا محلوله لكان خيو البس هالمره الثياب اللي على الحبله، بلكي بيحلى صوتك بعينه. قصدك بلكي بيحلى صوته باذنه. تمسخروا تمسخر انت وياه، بكره بتشوفوا فضول شو رح يساوي. لوين فضول؟ رح كمل شغلي. لك يا رجل شغلك بالصحيه ماشي وعين الله عليك، ليش لتحمل بطيختين بايد وحده؟ لك بدك ياني ضل تحت رحمه المتعهد. بيجي يوم وبتصير معلم، بتاخذ ورشات لحسابك. ما بدي هالمعلميه، لك انا مستعد تصير خادم لشيء اسمه تراب. بس امتى بدي اضرب معك يا فضول؟ امتى؟ لا هذا فضول سلامتك. شحرور احيط. لك شو صار لك؟ لك عم قلك كيف مغيب هلا يلا. اه ايه حقك. السلام عليكم عبدو. وعليكم السلام اختي رجاء. شو بك ليش ما عم تجيب لي الكياس؟ انسي رجاء. نعم انا انت شو؟ انا كنت ناطر شوفك لحالك. ما فهمت. مثل ما بتعرفي الحالة مستورة والحمد لله، وأنا خلصت عسكريتي وأهلي عندهم بالبيت غرفة فاضية شرحة وظريفة، وأنتي بنت حلال. يا عب الشوم عليك يا عبدو، لو عرفانة إنه عندك هالنوايا حتى السلام عليكم كنت حرمتك منها، بس طلعت مالك دغري مثل ما كنت مفكرة. بس أنا قصدي شريف. من فضلك ممكن تعملي نسخة عن هذا المفتاح؟ كمان فضول فضول. الله محيي فضول. هلا يا حمودي. شبك ليش لابس وشك بالقلة؟ شحرور هذا صاحبك، شو عمل فيه؟ قلي شو عمل فيه؟ شحرور شحرور الحق عليك. لك فضول لسه لحق لي شحرور. يا شحرور طلع نزل شقفة قرسون دواك مو عنده. لكن عند مين؟ عند شي رقاصة ولا شي مطربي، هدول اللي لهم كلمة عند المعلم مو شحرور. يعني كلامك معقول. بس شلون بدي اوصل لهم؟ ايه بسيطة، فروت كيسة. فروت كيسي؟ ايه طبعا، لأنه ما في شي ببلاش لك فضول، مصاري مصاري. هذا الصنف إذا ما شم ريحة المصاري ما بقرب لعندك. مصاري؟ ايه طبعا، لأنه القصة بدها فت عملي وأنججي وما أنججي، لكن شلون بدك تعرفهم بحالك لك فضول؟ والله كلامك معقول، لك حمودي؟ منين بتجيب هالقصاص؟ من وين يعني من هو؟ اخ لو تعيرني هالدماغ. صحيح لك فضو، تعال انا بعيرك دماغي وانت بتعيرني صوتك وشوف اذا ما بطفي لك ابو ودي. لا حبيبي لا، كل شيء الا صوتي. وخليني بدون دماغ هيك احسن لي. فعلا احسن لك، اريح لك. لك فضو ارضى بالنصيب ترداع للحبيب. ارضى ليه بتخبي حبك؟ هو الحب عيب. تفضلي. يسلموا ايديك. بتريدي شيء عن سكندي قبل ما امشي؟ سلامتك، شو وين الشباب؟ طلعوا مشين نص ساعة. وانت كمان طالع كأنك مو؟ لما المدير ما بيكون موجود بحاول افركها بكير، جيب شوية اغراض للاولاد. الله يخلي لك اياهم، يسلموا ايديك. يلا سلامة. مع السلامة. Thank you.
مو بس حلوة وموهوبة كمان. كيف عرفت مكان شغلي؟ ما في حدا بالمكتب، انت بتعرفي هالشي. هلا رح يجوا. ماهر ويزن ونورا راحوا يشتروا فرش جديد للمكتب. اي مكتب؟ اللي جنب مكتبكم. قريبا رح نصير جيران. وليش لحتى هن يشوفوا لك الاساس؟ بصراحه من قلبي كنت بتمنى تكوني معهم، بس انت عنيده وخايف تضيع علي الوقت. اي وقت؟ الوقت على بين ما نصير جيران. ليش اجيت لهون؟ ممكن اعرف شو السبب؟ اشتقت لك. الو. اهلين صافي، كيفك حبيبي؟ اليوم خلص شغل وبكره بسافر لحلب لخبر بابا انك جايه تخطبني. بشوفك المسا حبيبي، باي. الو صافي. صافي كندا، انت عندك عادة الكترا شي؟ كيف يعني؟ واضح انه امك مالها موجوده، ما هيك؟ شو عرفك؟ من حكيك مع صافي قلت له لحتى خبر البابا. لو كانت الماما موجوده كنت قلت له لحتى خبر اهلي. بعدين الوالد مريض، ما هيك؟ المهم علاقتك مع صافي علاقه ابويه. على اساس انت اصغر منه يعني؟ انا اصغر من صافي بشي 8 سنوات. انا ما بيهمني العمر. على فكرة ليش ما قلت له لصافي اني انا موجود؟ كنت حابب اسلم عليه. ما حبيت حطك بموقف محرج مع رفيقك، لاني متأكدة انك ما رح تكرر هالتصرف. كندا، انت ما رح تتزوجي لصافي. انت بحاجة لرجل قوي. صافي مع الأسف ضعيف. انت بحاجة لرجل يحميك. صافي يا دوبه يحمي حاله. محل كويس يكون قريب البيست. الله لا يعطيك العافية. من وين لك مصاري؟ شو بنا شحرور؟ كل ما اجى زبون بتساله منين جايب مصاري؟ ما انا زلمه كسيت شو نسيت يعني؟ ايوه. لا تقوم تاخذ رجلك. فبروك. بعدين تحط اللي فوقك واللي تحتك. هي سوسي يا حبيبي سوسي. شايف الزباين؟ كلهم داومين عنا. بس هدول معهم. يعني الحرامي والمهرب. واللي ببالك منه شحرور. حاجة تسمعني، فهمت على الطاير. شو هي اللي فهمت على الطاير سيدو؟ تكون خايف اني جاي اتصلبط عليك. لا يا فضول، هلا هيك راح فكرة؟ بعدين ها شوف. اليوم اليوم عبطتم من المعلم. بس انا ما كان هيك قصدي، انا قصدي مصلحتك. اذا بدك مصلحتي امن لي محل منيح. على كيف حالك؟ أنا جاي كرمالك
صار؟ وقد صرح تيري لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بأن كارثة مخيم جنين لا يمكن مقارنتها إلا بمنطقة كوارث بعد زلزال رهيب أصابها. ولم تصبح الأخبار الدولية المكلفة بالتحقيق دخيلة كل شيء بيعمل قلب إلى المخيم. قامت منظمات دولية باحتجاجات على الوحشية الإسرائيلية، كما قامت القوات الإسرائيلية بتفريق أفراد من مخيم. ألو مطار، كيفك حبيبي؟ أنا منيحة. طب مني عنك، عم تاكل منيح يا قلبي؟ إيه حبيبي، بابا منيح كتير وبده يحاكيك. طب مني أول، كيف دراستك؟ إيه ماما أنا جاية، بس في عندي كم شغلة بخلصهم وبجي. إيه؟ لك بابا بده يحكي معك، عم يزورني. ألو فيكيت يا ولد، كيفك بابا؟ كيفك حبيبي؟ شو مثل ما اتفقنا خليك عاقل، اوكي؟ وصلوك المصاري؟ ايه 4000 يورو. لا حبيبي، شو نحن كم مطر عندنا حبيبي؟ ايه طيب حبيبي خلص وصلوا لماما. طيب مع السلامة حبيبي، مع السلامة. عبلة، كل ما بدك تحكي مع مطر بدك تفتحي مناحة وتعدي تبكي؟ لك ما هيك، بس لساته صغير على الغربة. أولاً هو مو بالغربة، هو راح يدرس ويرجع. ثانياً صار عمره 19 سنة، يعني مو صغير. ولا أنت حابة إنه يبقى صغير يعني وتحطيه بحضنك هيك مشان أنت تبقي صغيرة؟ خير إن شاء الله. مين على الصبح؟ أهلاً. بس ما كون فيادكم. لا بس اكيد انت مالك نايم، يا اما شايفنا بمنامك او نفقت. شرفت عنا، تفضل. انتو شمستكن عالية، انا مو جايبة كتير. ايه صباح الخير. صباح النور. تشرب نسكافيه؟ شو مقضينا على النسكافيه، ما في فطور؟ هلا بعمل لك. لا 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 اجلي شوي هلا. اجلي تفضل. شو تفضل؟ هات لشوف، احكي شو في عندك. كتير مستعجل علي؟ صافي، مو انا اللي مستعجل. طول بالك عليه شوي. عبلة ان شاء الله انت من كل عقلك مفكرة بانه هو مشتاق لنا كثير وجاي من الصبح مشان يشوفنا. لا ستي، في شيء هون عم بيدور وجاي مشان يقول لنا يا اعترف احكي. المشكلة انك ذكي زيادة عن اللزوم. المشكلة انك انت مكشوف زيادة عن اللزوم. المشكلة انه انا الوحيد اللي ماني فهمانة شيء. شو رأيكم بالصبي اللي جبته معي على المطعم؟ من اي ناحية؟ بدي اتجوزها. بعرف بشو عم تفكروا، يعني هي كندا صغيرة شوي بس بحبها. من زمان ما حسيت بهذا ال كيف بدي أقولها؟ توهج. توهج.
هاي هي الكلمة، أنتوا الكتاب بتعرفوا تعبروا بالكلمات أكثر من الرسامين. توهج كلمة عجبتني، أو حط لي بلوحة شكراً كثير عبلة. شو رأيكم؟ أنا برأيي تاخذ وقتك بالتفكير. عبلة يفكر؟ الرجال عم يحترق وبدك إياه يفكر؟ أنا برأيي بصراحة يعني إنه يتزوج بالأول ويفكر بعد ما تنطفي الحريقة. سامع عبلة؟ بالظاهر كريم طافي الحريقة من زمان. بس لسه في كم جمرة عم نتدفى عليهم، والدفى أأمن من الحريق. يا عيني شو هالعيلة الدافئة هي؟ بهنيكم من كل قلبي وشكراً كثير على رأيكم. باي باي. وين؟ بدك تسرح؟ لا بعدين بعدين، شبعان كثير. شو رأيك؟ مو لازم ياخذ رأي ابنه رام قبل ما يتزوج؟ رأي ابنه؟ يا حبيبي أي ساعة بتخلص الشغل؟ يعني على 2:30 بدك تسافر. بتعرفي كنت حابب نكون سوا، بس طالما هيك بدك طلباتك أوامر. مو مش عن شي صافي، بس لازم مهد لأبي بالأول. على كل إن هو شاب ظريف وحباب ورايق بيعجبك، والأهم من هيك إنه بتزوق الفن. لهيك بيني وبينك أخذت له معي صور عن لوحاتك لحتى استدرجه. طيب حستناك على الساعة 2. أوكي باي حبيبي. كندا هون. هاي كندوش، مرحبا كندا، شلونك؟ اهلين، شو وين كنتوا؟ كنا عم ننقي اساس جديد لمكتب الاستاذ مطر. حضري حالك كندا، عندنا شغل كثير وما عندنا وقت، يا دوب نلحق. شو هالشطاره هي؟ ما حسبتوا حساب انه الاستاذ فارس ممكن ينزعج من هيك تصرف؟ بسهوله بتتخلوا عنه وبتعاملوا مع واحد ثاني؟ لا ومو بس هيك، المكتب بيلزق المكتب كمان؟ معقول كندا يخطر لك هيك خاطر ولو بالعقل؟ يعني انت بتتخيلي انه نحن ممكن نعمل هيك شيء؟ انا اللي عم بسال. كندا انت لك يومين عقلك مو معنا، وابصر باي ملكوت عم تسبحي. لو كنتي معنا كنت عرفتي شو صار. شو صار؟ الاستاذ مطر والاستاذ فارس عملوا اتفاق شراكه مبدئي، وهلا الاستاذ مطر بعت يجيب احدث اجهزه نزلت باليابان. يعني عندنا فرصه نصير احسن شركه اعلانات بالبلد، ونكون انا وانت ونورا ويزن اشهر اكيب اعلاني بالبلد كله، ومعاشاتنا رح تزيد ومكافاتنا كمان. طيب الاستاذ فارس كيف قبل يدخل معه شريك بشركه اساسا هي ناجحه؟ بيكون مجنون اذا ما قبل. يا جماعه حدا بيصح له يكبر مشروعه ويوسع راس ماله ويكبره وبيرفض؟ شو هذا حكي؟ انا اذا كنت محله بعمل هيك. وانت يزن اذا كنت محله شو بتعمل؟ انا اللي بدي اسالك، انت ليش منرفزه هالقد؟ انا اسفه ما بعرف ليش هيك منرفزه، ما بعرف. مرحبا يا جماعه. اهلين، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هاي كندا. اهلين، كيفك؟ طمنوني، باركتوا لها الصبيه ولا لسه؟ على شو؟ يا لطيف شو انك سلاله، لهلا ما قلتي له؟ الأستاذ صافي رح يخطب كندا. صحيح؟ ألف مبروك. والله كان قلبي حاسسني. عرفت ليش كندا منرفزة؟ أستاذ صافي. أهلين وديع. أهلين أستاذ صافي. أستاذ صافي أنا محتاج أحكي معك، لازم أحكي معك. وديع أنا مسافر، بلكي بس أرجع من السفر بنحكي. مسافر؟ يعني شي يومين ثلاثة وبرجع. اسمع وديع، خلي هدول معك، دبر حالك فيهم هلا. أستاذ صافي أنا بدي أحكي معك مو مشان هدول. وديع مو مشكلة، المهم تكون ناجح بدروسك. واحد لازم ينجح في شغله على الأقل بحياته، وأنت ناجح بدروسك معناها أنت مرشح حتى تكون ناجح بالحياة. مو باين. أنت تخرج هاي السنة وترك الباقي علي. أستاذ صافي. استاذ صافي انت الواحد الوحيده بهالدنيا الصحراء، انت الوحيد بهالدنيا اللي بحسك مرايتي. انا ما بثق بحدا بالدنيا غير فيك. Thank you.
الو اهلين مطار، شلونك؟ طمني عنك. شو وينك هلا؟ انا طاير. على فكره بعت صور من لوحاتك على الانترنت وما توقعت الرد يجي بهالسرعه. بقى حضر حالك على معرض بايطاليا وبلجيكا والسويد والنمسا، وقريبا ان شاء الله بنيويورك. اوف، نيويورك بعد سبتمبر 11؟ ايه سيدي، نيويورك بعد احداث سبتمبر. ان شاء الله مفكر الامريكان سكروا الدكانه. بعدين انت نسيان عم تحكي مع مطار؟ لك حبيبي نحن ما ضيعنا العمر بعزقه. شكرا يا مطر، شكرا. على شو بدك تتشكرني؟ الشكر للوحاتك. بعدين اوعك تفكر انه عامل هالشي لسواد عيونك، انا مستفيد اكثر منك. يا سيدي خذن ببلاش، ماني زعلان. المهم فكره معرض برات البلد لناس من ثقافه تانية يتعرفوا على لوحاتي، هاي بحد ذاتها مكسب. ان شاء الله مفكر لي حالك يا استاذ صافي انك فنان محلي وبس. يا علي الحلال، ما في حدا بالوطن العربي ما بيعرفك، يا بيكون سمعان فيك يا شايف لوحاتك. لا انا عم بحكي عن الغرب، تعرف ما بيعرفوا عن ثقافتنا شيء الا من خلال رسوم المستشرقين وحكايات الف ليله وليله. معك حق، وهذا اللي بيحز بالنفس. على فكره صافي، بدي اياك ما تخبر حدا لانه هيك طبعي بالشغل، ما بحب حدا يضرب القصه لحد ما تزبط. بقى الله يرضى عليك ما تقول لحدا ولا حتى لاعز الناس على قلبك. ماشي ماشي. ولا لكن ده مو مشكلة، هلا في شيء أهم، بعدين ببقى بسافر أنا وياها. أنسي نادين. أيوه. بس حبيت أشكرك. على شو؟ على دفاعك عني بمعرض الأستاذ صافي حلمي. يا ريت تذكرني، لأنه بتعرف بحكم شغلي كمحامية بدافع عن ناس كتير. أيوه معك حق، معك حق. وقت اللي قلت لها عن الأستاذ صافي بأنه واصل قام اتضايقت من هاي الكلمة، أنت شكمتيها. تذكرت. على كل ما في شيء محرز. بالعكس، كان بدها إياها. في ناس بحسوا حالهم أصحاب الحق بأنهم يؤمروا وينهوا، وكنت واحدة منهم. إلا معي. ما بتسترجي تتلحفظ، بتعرف ليش؟ ليش؟ لأني خابستها وعجنتها. بالظاهر أنتوا رفقات كتير. رفقات سكن، لا أكثر ولا أقل. مضطرة أتحملها. هي ما بتقدر تعمل شيء من غيري، وما بتخطي خطوة من غير ما تستشيرني. يا ترى استشارتك بخطبتها من الأستاذ صافي؟ طبعًا. طيب شو قلتي لها؟ قلت لها رح توقعي على راسك شك. إيش الأستاذ صافي ما بيستاهلها؟ هي ما بتستاهل الأستاذ صافي، مو العكس. شو جاب لجاب؟ هو مال وعز ونسب وجاه، وهي انفلقت حالها. بنت استاذ مدرسه متقاعد، يعني مثل ما بيقولوا من الطبقه المتوسطه. يا لطيف، شو حاسس حالي اجدب؟ اجدب؟ لاني ولا مره انتبهت قديشك انساني قد حالك، واقعيه وعميقه وحلو. ميرسي. عفوا، وين طريقك؟ على شغلي. بتعرفي لالا ما بعرف وين بتشتغلي؟ لا بهي مالك حق فيها منوب، كل الناس بتعرف اني بشتغل عند اهم محامي بالبلد الاستاذ كريم جابر. طبعا طبعا معروف، بسمع عنه. طيب بتسمحي لي وصلك؟ ليش لا؟ تاكسي. يعطيك العافيه عبدو. الله يعافيك يا اختي. ليش ما وصلتي عبدو على اغراض الغداء؟ خلص انا بصير بشتريهم او انت اللي فاضيه مننا، ما عاد بدي اتعامل معه. الظاهر عم يغش بالتسعير. ما ايه عم بيغش، وانا اللي كنت مفكرته ادمي. انا كمان مثلك. يا خساره. لا خساره ولا شيء، طالما عرفتي تحطي الواحد عند حده بالوقت المناسب مو مشكله. مزبوط. يعطيك العافيه خاله مودي. يعطيك العافيه. اهلين. خليني خالص اعرف. لا لا حبيبتي معلش، ليك والبيت وصلت. يلا خاطركم. مع السلامة. شو بكي ركضتي عليها كأنها وحدة من قرايبينك؟ شي طبيعي تشوفي حدا بده مساعدة وتساعدي.
شو مين عم تعمل زغرة؟ مو شغلك. لا شغلي ونص. من وين لوين؟ لكن نادين انا موظف هون، يعني انت بعتي وسمعتك من سمعت. نعم نعم. ليك ولا حمودة، انت ما لك عندي شيها وكلك على بعضك بفرنك ما بشتريك، واذا بسمعك مره ثانيه عم تجيب سيره سمعتي على لسانك لا اصلك يا مفهوم. والله اذا بدك تدوري على حل شعرك الي عندك والي كثير كمان. لكن نادين انت لسه ما بتعرفيني، بقطع رزقك من المكتب وبخلي سيرتك على كل لسان. حلو كثير والله، اليوم وصلك لقدام المكتب، بكره بينزل لي شط قهوه وبحجه شو زبون. لا عيني هيك زباين ما بيمشوا عنا بنوب. خرسوا لا، انت واحد قليل ادب وتربايه شوارع. هلا بس يجي الاستاذ كريم بفرجيك، وهو اللي راح يحط لك حد. بسيطه، هلا بنشوف مين بده يفرجي الثاني هذا الاستاذ كريم. اسمعيني منيح نادين، اصحك تفكري لانه عايشه لحالك انه ما في مين يضبك. وحياتك لاحق على الدعسه. لا يا نادين لا تغلطي، مو من مصلحتي اتصرف بانفعال، بالعكس لازم هدي الامور. حموده مجنون واكيد راح يحطني بباله وراح يلحقني على الدعسه مثل ما قال بيعملها. وهالشي طبعا راح يسر لي حريتي بالمكتب وما راح اقدر اتحرك على راحتي، راح يتعرقل شغلي مع الاستاذ مطر. مالك يا نادين غير تكسري على انفك بصلي وتصالحي هالمجنون بس يرجع. ايدك بارده؟ خايفه. شو خايفه؟ خايفه اني ما اوصل لحلا، خايفه يصير شي للبولمه. لا تقولي هيك حكي، انا بخاف عن جد، يعني اول مره بخاف على حالي هيك. طيب اسمعي خلينا نروح سوا. لا معلش صافي، هالمره خليني اروح لحالي، بعدين ما رح اتركك ابدا، رح خليك تمل مني. انا مل منك؟ بمل من الدنيا كلها، بمل من حالي، بمل من الوقت اللي ما بشوفك فيه، بس منك صافي. اروح صافي. قديش كنت تحب مرتك الفرنسية؟ ماني متذكر، نسيتيني كل مساء الأرض. يعني كتار؟ ماني متذكر بصراحة، ماني متذكر. طيب وأنا؟ أنت أنا. يعني بتحبني؟ كتير 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 كتير. موضوع بخصوص كندا، بس على شرط اسمي يجيب أبرات الموضوع، لأنه كندا إذا عرفي ما رح تقدر أبداً أني عم بحكي هذا الشيء من خوفي على مصلحتها ومستقبلها. توعدني عم بحكي معي.
ما في داعي لروحة المرسى، أحسن ما يطلع ولي على وشي. والأفضل إني هالفترة غيب كليا عن الحارة. كندا مت السلامة. ايش بك عميم؟ فين البوسة الكبيرة؟ فوتي، ابوك عم بستناكي. ايش في؟ ما بعرف ايش في. وتم استبدال مظهرها الاقتصادي بمقر الرأسماليين واصحاب الأرام. مساء الخير بابا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منيح اللي جيتي بإجريتي. عالشام ما بقى لك روحة. ما عم بفهم شي. ما في عندي غير الكلام. وانت فاسلي لحالك. ما في بالعادة تحاكيني بهاللهجة. ايش في؟ لأني سحبت ثقتي فيكي. سحبت ثقتك فيي؟ اي نعم. لأنك طلعتي مانك قد هالثقة. بابا ليش هيك عم تحكي معي؟ اسألي حالك. ليش ايش عملت؟ ممكن اعرف سبب جيتك لهون بالاول؟ يعني ما بصير اجي؟ طبعا بصير، لانه هذا بيتك وهون مطرحك. لكن ليش عم تسالني هالسؤال؟ حتى تجاوبيني الجواب الصحيح. بابا في شيء ما عم بفهمه، ايش صاير بغيابي؟ انا اللي لازم اسالك، ايش صاير بغيابي؟ مثل العاده، شغل و وشو كمان؟ بابا في حدا زارنا بغيابي؟ اي نعم. ممكن أعرف من هو؟ فاعل خير، اتصل بالوقت المناسب وحكاني على مشاريعك المجنونة. هذا حكي يا كندا؟ بنت صبية بعمرك بتترك كل شباب الدنيا لحتى تتجوز واحد قد أبوها ومطلق وعنده ولد كمان، لك انت جنيتي شي؟ بابا مين قال لك هالكلام؟ مو هذا المهم، المهم اني أعرف. ومن اليوم ورايح تعتبري حالك بإجازة طويلة والشام تنسيها بهالوقت، فهمتي؟ عميم، مين حكى لكم عن صافي؟ اسمه صافي؟ هلأ عرفتوا كل شي عنه إلا اسمه؟ ده أعرف، إيش عيبه؟ ابن عمك فؤاد، بيت وسيارة ومكتب ويا دوب عمره 30 سنة وقتلان عليكي. مين أعدلك كمان؟ فائز ابن صديقه لأبوكي يلي سافر على أمريكا مشان يختص ومتأمل إنه تقبلي فيه. هذا اللي طلع معك؟ رجال كبير قد أبوكي وعنده ولد قديك؟ أصغر مني سنتين ثلاثة. انتم من فين جبتوا هالمعلومات؟ ليش ما بكون تقولولي؟ الله يا أجل. مو مهم، المهم انه عرفنا قبل ما توقع الفاس بالراس. ايش يعني؟ يعني أبوكي لا يمكن يوافق. بس هو لسه ما سمع رأيي. رأيك بيعرفه وما بده يسمع. كل عمره بيعلمني انه الحوار مهم بين الأب وولاده، وطول عمري كنت أناقشه ويناقشني. هلأ لما صار الموضوع جد ومهم بالنسبة إلي صار الحوار ممنوع. بس إذا اتصلت فيه إيش بدي أقله؟ بابا ما أنا موافق إنساني، وإذا شفتني بالطريق أعمل حالك ما بتعرفني. بس لازم أقله شي، لازم أطمنه على الأقل إني وصلت بالسلامة لحتى ما يقلق علي. ألو. ألو كندا حياتي.
صافي بابا كتير مريض، ما صار مجال افتح معه الموضوع ومضطرة ابقى معه كم يوم. كم يوم يعني؟ ما بعرف، لحتى يتحسن شوي. انا جاي بكرة على حلب. لا صافي لا. ليش؟ لما بشوف انه الوضع صار مناسب رح اتصل فيك وقول لك تعال. كندا انت منيحة؟ الآن قلبي معك حبيبتي، انا متأكد انه بابا رح يتحسن. كل ما صح اللي رح حاكيك. كندا كندا اسمعيني منيح يا بنت، دمعتي القعي ما بتهون علي. انت يا بنتي عم تبكي على سعادة مزيفة، ابكي هلا احسن ما تبكي بعدين. لا تحسبيني اب قاسي، هي مو قسوة، هي خوف من المستقبل. انا ماني دايم لك يا بنتي، مشان هيك انا ريت اتركك بايد امينة وتكون حياتك الزوجية سليمة وصحيحة. انت يا بنتي ما كملتي 23 سنة والاستاذ صافي قطع الخمسين، يعني بينك وبينه 30 سنة. ليش انت بتعرفه الاستاذ صافي؟ مين ما بيعرف الاستاذ صافي، فنان كبير وعظيم، بس هذا ما بيكفي. انا هيك بدي اضل قلقان يا بنتي. انا اذا ما تجوزت صافي ما رح اتجوز ابدا. يا بنتي خلي الايام هي اللي تحكم، على كل حال انا ثقتي فيك كبيرة. هلا قبل شوي قلت عكس هالكلام. بساعة الغضب الواحد بيعطي أشكال وألوان وما هو مسؤول عن كلامه. أنا بعرف إيش مربي. مشان هيك يا بنتي ارجعي على الشام، شوفي شغلك وعيشي حياتك. بس الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. بدي إياكي تصرفي نظر عن الأستاذ صافي. أنا بدي ضل بحلب، قاعدة. بدك تضلي بحلب؟ كيف إذا رحت على الشام ما أقدر أوفي بوعدي؟